السلام عليكم ومرحبا بكم أينما كنتم. في هذا الفيديو كنت قد واعدت بعض المتابعين بالبحث عن الحل لفورمات السماعات بلوتوث التي لا تمتلك إعادة ضبط المصنع أو زر تشغيل، يعني هذا يجعل صعب جدا أن تقوم بعمل فورمات لهذه السماعة، كما قمت سابقا بعمل فيديو عن طريقة عمل فورمات للسماعات بلوتوث لينوفو LP40 والتي تمتلك الزر، وكذلك البرو 9 التي لا تمتلك الزر إعادة التشغيل. كما أني قمت بذلك الفيديو وقمت بوضع تطبيق أصبح الآن مدفوعا ولم يعد مجانا، لم يعد يشتغل. كانت المشاكل تفاوت في سماعة برو 9 وعدم اقترانها جيدا، وهذا المشكل يواجهه الجميع، لذلك سوف أنصح أولا قبل بدء بهذا الفيديو، يجب عليك أولا اقتران السماعتين معا، لا تقوم فقط بإخراج سماعة واحدة فهذا خطأ وقد يعرض السماعة لعدم تفاوت. عند اقتران فقط قم بإخراج سماعتين معا، وهذه كنصيحة. وإذا كنت سوف تشتري من متجر في مدينتك هذا جيد، يمكنك جذب السماعة في المحل. وإذا كنت سوف تشتري من مواقع الصينية قبل الشراء يجب أن ترى بروفيل البائع، هل هو موثوق، هل هو قديم، وكذلك ترى آراء المشترين. رغم سوف تجد صعوبة وستكون محتار، لأن أغلبية الناس، وهذه كنصيحة، عندما تشتري سماعة أو أي منتج قبل أن تذهب وتقوم بتعليق إيجابي يجب عليك أن تفتح العلبة بالفيديو أو صورة وقم بتوثيق عملية الفتح المنتج لترى هل هو جيد أو لا يعمل، لكي لا تقوم بتعليق أنه وصل جيدا وأنت لم تقم بفتح، وعند فتحه تتفاجأ أن المنتج لا يعمل أو يوجد فيه مشكل. وكذلك تعطي آراء غير صحيحة للمشترين الذين سيقبلون على شراء ذلك المنتج، لذلك عند وصول المنتج قم باختباره جيدا. بسبب الكثير من السماعات أصبحت تأتي بعيوب من المصنع وليس في المواصفات، يرسلون الخردة لا تصلح لشيء. وفي هذا الفيديو سيكون حلين، أولا عن طريق فورمات علبة السماعة وكذلك سماعة الأذن التي يوجد فيها التحكم باللمس ويوجد فيها مكان زيادة والنقصان الصوت، والثاني قد قمت به في فيديو حول سماعة QCY G1، لمن شاهد الفيديو سيعرف هذه الطريقة. إذا كنت مهتم فمرحبا بك، سيكون حل للمشكل الآتي: تفاوت بين السماعتين الأذن وتشويش في الصوت، أو البطارية العلبة لا تشحن، أو السماعة الأذن لا تشحن أيضا داخل العلبة. سأعطي لها حلا أيضا لقد نجح مع الكثير رغم أن الجميع يعرفه. وسأقول لكم من أجل التأكيد، إذا كان المشكل في السوفتوير سيعمل معك بإذن الله، وإذا كان المشكل في الهاردوير فلن يعمل. الآن سوف أقوم بحل مشكل السماعة الأذن لا تقوم بالشحن داخل العلبة. أولا يجب أن يكون لديك سائل تنظيف الهواتف أو إلكترونيك بصفة عامة، وتقوم برش على فرشاة الأسنان، ويجب على فرشاة الأسنان أن تكون رطبة. رغم وجود أدوات لمسح سماعة بلوتوث لكن ليس لدي الآن، سنكبر بما أملكه الآن ونقوم بمسح جيدا نحاس السماعة الأذن اليمنى واليسرى معا. ثم نقوم بمسح العلبة الشحن من الداخل، وكذلك لديها نحاس أيضا صعب عمل بفرشاة، سأقوم به بفرشاة الصباغة. يجب أن تمسح بلطف ولا يجب أن تقوم بملئها بالسائل كثيرا، ثم دعها تنشف وترى ما إذا صارت لامعة من الداخل ولم تعد يوجد فيها اتساخ أو غبار.
والآن سوف نمر إلى الطريقة الثانية لإعادة ضبط السماعة. ما يجب عليك فقط اتباع الخطوات. أولا، يجب عليك أن تقوم بإيقاف بلوتوث من كل الأجهزة التي قمت باقترانها سابقا مع السماعة، ثم حدد زر علبة الشحن. ثم في نفس الوقت قم بتحديد زر منطقة زيادة الصوت في سماعات الأذن، وقم بالضغط في نفس الوقت مع زر علبة الشحن وسماعات الأذن، وسوف أضع الصورة تشرح لك. ولكن ليس لكل السماعات نفس الماكينة زيادة الصوت، يختلف من سماعة إلى أخرى. المهم أن تبقى تضغط عليها في نفس الوقت حوالي من 10 إلى 15 ثانية. عند ذلك سوف تميت سماعة الأذن بوميض، يعني أنها قمت بإعادة ضبط المصنع لهذه السماعة. وبعض السماعات لا تقوم بذلك ولا يظهر وميض الليد كالسماعة التي عندي برو 4، فقط إنها نسخة وليست أصلية. فقط سماعتين اشتغلوا داخل العلبة كما ترون، تومد باللون الأزرق وكان لديها مشكل الشحن، لا تقوم بالشحن رغم شحنها لساعات طويلة. والآن تشحن. المشكل كان في السوفتوير أو اتساخ الأسلاك سماعة الأذن داخل العلبة، يعني أن العلبة كانت تشتغل ولكن السماعتين لم يكونوا يشتغلون. والآن سنمر إلى الطريقة الثالثة. يوجد بعض السماعات عالية السعر والجودة وتوجد فيها تقنية إعادة ضبط المصنع كما في السماعات QCY-G1، وكل ما يجب عليك فعله هو وضع سماعة الأذن داخل العلبة مع اقتران السماعة بهاتفك الذكي، وهذه خاصية غير متوفرة في بعض السماعات. فيجب عليك أن تضغط على زر التشغيل والإيقاف حوالي 10 ثوان. حتى يظهر لك الليد يومد باللون الأخضر في العلبة. وكما تلاحظون هذه هي الطريقة أو طرق العمل الفورمات للسماعات مع إصلاحات. وأرجو أن يعمل معكم، وبالتوفيق إلى لقاء آخر في فيديو آخر.